بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، ونزل القرآن لما في الصدور شفاء، فأضاء به قلوب العارفين والأتقياء. الحمد لله رب الأكوان، المشرق بنوره كل مكان، الموجود الحق قبل الظهور والأزمان، والباقي بحق وكل من عليها فان. فنقرأ الفاتحة لتكريم روح الحق عبد النبي المصطفى ولأمواتنا وأموات المسلمين جميعا. يعرف المرء في الأمام بفعله، وخصائل المرء الكريم بأصله، واسمه على حلو الزمان ومره، واعلم بأن ربك بالغ أمره، فلا تغيب فتستغاث، فربما من قيل شيئا قيل له بمثله، وتجنب الفحشاء فلا تنطق بها ما دمت في جد الكلام وأصله. من يصنع المعروف يفزى بمثله من هذا المكان المقام للمغفور له بإذن الله تعالى، ومن موجات الحاج محمد جمعة راضي الصوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخير ما نستهل به لحظاتنا الطيبة وهو القرآن الكريم، أحلى من العسل المصفى والشهد المجاب. جبريل أتى بالكتاب وقال اقرأ يا طه وسجد. تلاوة قرآنية مباركة يشرب بها تلاوة علم من أعلام جمهورية مصر العربية وفخر قراء اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والمقيم بسمدون فضيلة القارئ الشيخ أحمد عزت فودة وجمال القرآن الكريم. حدث عن جمال الله فيك وكل ذو عينين لا تجعل مع الله شريكا، فلا تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول إذ قال الله
عيسى بن مريم القرآن يحمدي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس أيدتك بروح القدس تسلم الناس في المهد وتهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا عليك
إذ أيدك بروح القدس إذ أيدك بروح القدس تكلم الناس في في المهدي وكهلا إذ أيأتك بروح القدس تكلم الناس Yeah.
وتبرئ الأكمه والأبرص به كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا آمنوا بي وبرسولي
واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم سبل مريم ليستطيع ربي قال تقوى
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم بن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا
يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا منك ورزقنا وآية منك ورزقنا أأنت قلت للناس
يتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام إنك أنت علام الغيوب تعلم ما فينا ولا أعلم ما
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني وأنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد صدق الله ترى العذراء قد أخفقت حمل المسيح عن زائدة فأتاها الأمين أن أبشري إنه رضيع في المهد ناطقا فذاك المسيح يبر بأمه داع لله وجاء مبشرا قال أبشروا بقدوم أحمد قادما حبيب الله فطاب ناطقا قرآن محكم وأداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض تلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد عزة فودة قرأ القرآن الكريم والمقيم بالسمدون تطلب الإذاعة الصوتية والهندسة الكهربائية الكاشفة والفراشة بمخازن الحج محمد جمعة راضي بعزبة رستم وأن هذه العائلة الكريمة نتوجه بالشكر للسادة المعزين عن تأدية واجب العزاء وشكر الله سعيكم جميعا